غادي غادي قصة وحكاية البويا المرايا اللي نشوف في راسي ومالي مالي شبيت الحالي فراق الغالي تمنيتك حدايا خليتي غمرة واقفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها خليتيها مروقة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ونظام جديد بنات وزعامة وبنات الحديد يحتاج لحبيب معاه قريب وعزيفة حبيبي أنا ما بيدو حيلة راه تشوى وقلبي هنيتك فيه أنا يا غنداوي خليتي غمرة وادفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ومقام جديد بنات وزعامة الحديد في دنيا دوامة مقام جديد بنات وزعامة وبنات الحديد ويلي 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 فاطمة يواجه شوية عالمية ما تسنيش حد يعود لك لا 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 صوت وصورة هيا يا الراجل حشومه كاع والله الا حشومه حتى شرف عاد تلف ولك راه قالوها اللي مسكي بالحرام كيغرفوا ولاد الحرام ولكن كل شيء منك يا فاطمه كل شيء منك ما فكرتيش في السمعه ديال العائله ها واش فمك ما كيعرفش يخرج شي كلمه الخير تيكون جاي منك الخير تنعرف غيرش درت لك ما عرفتي شنو درتي شوهتينا فاطمه ولا والشميت كيشربوا بينا اتاي فاطمه حمضره داكشي اللي درت ما بردش ليا قلبي ما كرهتش كنتي ريت فيهم اخويا اللي درسوا في النخاله كينقبوا الدجاج سمحي لي اختي كنحس براسي انا هو السبب في هادشي كامل درتي والو خويا انت بالعكس غير نبهتيني ماما حشومه عليك شنو اش كيسي على السيده ما تزيديهاش انت سير اوليدي انت في قرايتك وقيل عليك شغل العيالات سير يلا توصل بديك الروتينات أنا الكلمة عندي هي كل شيء وإلا قلت لكم تهناو من ذاك المعمش هي تهناو خرجوا بحال شي كلب حشاكم أنا درت على وجه بنتي وما ندير فيه كتر كاع هادشي درتي فيه وبغيت تزيدو دخل الحبس خسر الفلوس قتل موتى السيد تامي بهاد الفضيحة اللي وقعت لي موتو أحسن من حياته راكي مزيانة علينا سيد ولا مزاح من المفيد ندبر على مارشي في المانيا والقمره في البنك اللي تعاونوا تمولي المشروع ولا عارف ملي كتكل الكتف بغيت خايف عليك السيد تامي غايقولوا تامي بقدو بقامتو قامت عليه تريكتو تمالك وليتي ملعود على هاشم زعما راك حديده قديمه في لافيراي حنا هدينا الشخوشه عدناها هو بان ليا بحال عييتي على هاشم بالسيف معي يا السيد تامي وحدي القريبة والبعيدة لا أنا كنشوف بعيد كنا خدامين بوحدنا في هاد لافيراي دايرين ما بغينا وخدامين السترة ملي ولا ميخي بحال سليمان كيدبر على مارشي من ألمانيا غدا ولا غدا كلشي غيتلاح يبغي يخدم في لافيراي عنده الصح إلا هذا دبر على مارشي في الألمان غيجي شي واحد آخر يدبر على مارشي آخر في بلاصة واحدة أخرى غادي يجيب النبك علاش لا ولا عرف شدة والفدة في هاد لافيراي ونسيب السيد تامي تا والله لا كانت لي
حنا خايفين هاد الفضيحه هادي تجبد عندنا شي مصيبه واحده اخرى. بالفرحات عليا باش نيت يقولوا التامي الكماشه ما كيعقل على حتى واحد واخا يكون من تريكته. هادي عندك السي تام. اش دار لك؟ كله يلعب لعبو. السلام عليكم. معكم السلام. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. لالا فاطمة راني حشمان منك على هادشي اللي وقع. معليش. اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. سي دريس، حنا كليان عندكم هادي سنين. كنعرفوك مزيان وكنعرفو بلي رجل طيب، السمعة ديالك بحال السمعة ديال لابونك ديالك. داكشي علاش ديك السيدة اللي سميتها مونيا خصها تمشي في حالها. أنا فاهمك لالا فاطمة. ولكن ما كاين ما ولكن. ما عندهاش أخلاق. وداكشي اللي درتو مع راجلي كديرو مع كليان آخرين. كتخدم ورا ظهركم، كدير دواصة في النوار، كتوجد دواصة بالليل. راك فاهمني اش كنقول. عارفك ما عارفش هادشي، داكشي علاش جيت نقولو لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرنا ما ظنينا في هادشي. ولكن غادي تحاسب. كنقول لك خصها تمشي في حالها ماشي تحاسب. الكليان غادي يبداو يهربوا، هادشي ماشي في الصالح ديالكم، وأولهم حنا. غير تهنا يا لالا فاطمة. السوسة اللي تدخل بيننا وبين سي تامي حيدوها من الجدر. الله يعاونك. الله يعاونك. هوية. نعم حبيبي. يا تامي يا غني يا يب. هربتي انت شكون اللي حامي عليا انا؟ كامي كغوغايا وكغياني. هاد المرة غيجي نطيحك واري، ما عادش يغوت عليك. وبصح؟ اه بصح. نكلمي انا وياك. يا كامل كيان كامل ويان يبيع. كمان انا بغيتك تكون قاصح، بغيتك تكون راجل، بغيتك تخاف من حتى شي واحد، خوف من الله سبحانه وتعالى بوحدو. واخا تشوفنا كنبينو الخوف لشي حد راه ماشي بالضرورة تخايفين منه. قدر نكونوا صابرين على بزاف ديال الحوايج. من اليوم ما تعاود تخاف لا من تهامينا من غيره. كون راجل. واخ انا راجل. انت راجل ونص. انا غادي نجي معاك ونكون راجل. انت راجل ونص ياك؟ ايه. والله ما بقيت عارف شنو خصنا نديرو. انا بعدا تصدمت. عندنا ما نديرو. الشوا وصلت العالم. صافي اللي عطى الله عطى دابا. خصنا نشوفو محامي. شنو غيقضي محامي؟ راه التلبس هذا. على الاقل ظروف التخفيف. ولا يخرجوا بشي كفالة. باك يخرج بكفالة إلا سمحت ليه ماما. من اختي راه مشات فيها. ماما ما غاديش تسمح ليه. وحتى الا بغات تسمح ليه وجدي ما يخليهاش. ما جات عليا خلوهم يترباو راه كبار. شنو زعما تخلي اختك بحال هكا؟ مين اللي خلات راسها توصل لهادشي؟ ماما برتي ولا مازال؟ اش كدير انت هنا؟ خصك تكون قبل قريتك دابا. غتمشي تجمع حوايجك وترجع لداركم. ولا توحشتي الكوميساريات؟ انت بوجدي عز عليكم شعلوا العوافي. علاش هادشي كامل؟ حيت بابا ما بغى يخدم عند حد. اش دخلك انت الكلام الكبار؟ اش كتفهم فيه؟ عزيز عليكم تنتقموا تبانوا انتم اللي واعرين. حيت حنا واعرين. وما ربيت فيك غير الخلا.
مره اخرى تهضر معايا فحال هكا غادي نعاود لك الترابي ونوريك واحد الوجه عمرك ما شتيه. شتهم كاملين؟ لا مازال واحد هو اللي غادي يخلي ضربوك ويوريك تعيق عليا قدام البنات. اش بغيتي؟ علاش جاية؟ علاش؟ علاش لا؟ 23 عام ديال العشرة بتحرك هاد فيها حتى حاجة. إلا ما تحركتيش أنت تحركت الدنيا كاملة. شنو درت ليك؟ درتي كلشي إلا داكشي اللي خصو يدار. اش كان خاصني ندير أكثر؟ تكوني مرا تكوني مرة وتوقفي في جنبي. كتبغيه؟ إلا كتبغيه نكتب ليكم التنازل وتخرجوا. لا يمكن ما عمرني ما غادي نبغيها شي نهار، ولكن كنفضل 100 مرة أنني نكون معاها هي على أنني نكون معاها. مع إيش؟ الضل ديال التامي في الدنيا. فضل نكون مع مونيا على أنني نكون مع الضل ديال التامي في الدنيا. اللي متأكدة منه ما كيفغيكش. وأنا اللي متأكدة منه هو أنك غدوزي أحسن شهر العسل ورا القرية، وملي غتخرجي جيبوها ري عندي في لافيري، حيت السيد ريس قال لي ما يشرفوش يخدم مع وحدة بحالك. الوسخ فاكيتي؟ مازال عاد بديت. سليمان سينياتور وحده مني تخرجك من هنا وتولي حر. فاطمه انا حر، انا خرجت من تحت جناح باك. وانا اليوم خرجت من تحت جناحك. ديماري العربي. علاش المعلم غادي نعاود لديماري؟ حنا يلا وصلنا. زعما راه هضرنا في الطريق وشرحت لك كلشي، انا ماليا والو، راه حوريا اللي برزطاتني، قالت لي والو باغا نشوف السي تامر. يا دابا الهضره ديالي عندك زايده ناقصه. حاشا لله، انت المعلم ديالي فوق راسي وعينيا. انا كنقول لك غير اللي كاين. هي اللي بقات كتعيط في التليفون، قالت لي انا بغيت غير فرصه ونهضر مع السي تامر، بغيت نشرح ليه. بيني وبينك الدرية بانت لي مشلوطه فيك. راه بقى لها والو تبوس رجلي، هاد النوع ضري يقدر ينتحر المعلم. واخا سيدي، حنا غنشوفو شنو تحت راسها. Thank you.
مرحبا والف مرحبا بتهج راسي سيد الرجال. توحشك تاعي خوتي الدار عليا. اش بغيتي؟ ندخل بعدا ندخل نهضروا لداخل دارك هاد. ها هو تلقى راسك راني زربان. قولي اش باغا تقولي. تامي توحشتك. رحنا هضرنا وسالينا. لا الله يرحمك الوالدين ما عمرك تخرج هاد الكلمه ديال فمك تامي. ما نقدرش نعيش مع شي واحد اخر من غيرك. عافاك سمح لي والله ما كنعرف شوف عينيك يدير طابوب يبكى. وملي انت عارفه هادشي علاش درتي لي خاويه في عمره؟ غلطت تامي حماره. انا ما كنفهمش دير على قد عقلي عطف عليا عافاك. وشكون اللي غادي يضمن ليا بلي ما غتعاوديهاش؟ والله ما نعاود. اللي دار الزبله الاولى كيدير الثاني. لا والله ما نعاود لا الاولى لا ثانيه لا ثالثه. توحشك بزاف. ما بقيت باغا لا ولاد لا زوج حتى شي حاجه. بغيتك غير بوحدك حوريه. راه كاينه الضربه اللي كتفيق وكاينه الضربه اللي كتغيب. والله اتفقت تاعي. شو تخليني بوحدي؟ صافي سخيتي بحوريه وعلى القرب يخرج من الحبس تخليني مني ليه؟ ما تجبديش لي حس بواك. هذاك الشبكار حتى شاب عاد بغى يدير الهبال. ماشي الخاطر تامي راك عارف قلت الشيء والصحبه الخيبه كتخرج على الواحد. الله يهديه. اسمعي نقول لك حوريه اللي حفر شي حفره كنطيحوا فيها. دابا خلينا من هلال تامي ما تسمحش لي عاف. عندك الزهر لقيتيني فرحان سمعت لك. زيدي زغرتي قلتيني يلا حتى ترجع اللوزغه اللي كانت دايره لي الاراره. هذيك الوزغه يا سليمان ماشي انا تهميك. وشكون من غيره؟ والله يا بوه الى العديان ديالو غادي يبقى فيهم. وهي الصراحة شنو ما درتيها تهامي أنا معاك. غير هو ما بغيتش الناس يبداو يقولوا نسيب الحاج تهامي عباس. ما جاتش. إلا قدرتي تشوف شي طريقة كيفاش ياخد منو داكشي اللي بغيتي بلا ما تدخلو الحبس يكون حسن. ما تخليش سليمان يوسخ لك سميتك. راه أنت هو الحاج تهامي ما تنساش. ودابا عجبتيني. بديتي كتخدمي داك الدماغ عندك. شنو راه دا الطاجين؟ دايره لك الطاجين اللي كتحماق عليه وحط لي ناكل. هي الاولى الحبيب ديالي. بارك الله فيك يا سيدي. الحل الوحيد باش يتقاد لك الميل وتخرج من هنا هو تدوز ليا المارشي ديال الألمان اللي شديتي انت وديك خيتي مونيا. سميتها مونيا. أنا كيبان لي الحل الوحيد باش يتقاد لي الميل واتخذ نتا هاد المارشي نخرج أنا وياها من هنا. شنو ربحتي من موراها؟ حبس شوها اتين مارشي نخرجوا بجوج.
واخا ولكن ما كنتشقش فيك اش ضمني الا نزلت لك على المارشي غتشوفها بكلمتك. انا كلمتي بنت فمي حتى تخرجوا بجوج عاد دوزي المارشي. ولكن سمع نقول لك نشوف فيك ها ولا ها كتعرفني مزيان جامي كنت بوحدي والله لا حلمتي بهذا المارش ولكن ما بغيتش موني تمشي في رجلين كيفاش نخرجهم هبا؟ أنت خليتيهم في الحبس أشنو غتربحي؟ حنا خصنا نستافدو تي غادي ديري تنازل من هنا واللي ما كيتسماش غيدير تنازل من ليه وملي يخرج ما غيلقى فين يهز الراس. شوفي بعيد بقاش تشوفي حد نيفك. باش غيقولوا عليا الناس تشي قندوح ما يقول عليك شي حاجة. أنا كنشوف مصلحتنا. إلا سمعتك فهادي غنغرق. وفين عمرك غرقتي مع باك؟ ما حدي أنا معاك تشي المرض ما عنده الحق ينعت فيك بيديه وخاصك تقول لي انا معاك ابا ماشي تبقى تلاجي معايا. يخرج هو وهي لا غيخرجوا بجوج باش الناس يقولوا فاطمه التهامي الكماشه غدروا بها وهي حنات فيها غدا غنفضيو هاد اللغة والعربي غادي يسيق الدروش. سلامتك.
السلامة بابا. الله يسلمك أولدي. نزلت لك باش تخرج؟ نزلت لي باش تاخذ المارشي اللي كنا خدامين عليه. صار الله يرضى عليك. بركة عليا هادشي اللي وقع ليا. أنا مازال حتى ما متيقاش هادشي طرا. بعض المرات كيجيب لي الله غير كنحلم. ملي جبتي سليمان هنا للدار ما كنتيش كتحلمي وقلتها لك. شوفي فين وصلتينا دابا. اختي الخفي على راسك، انا باقي لدابا كنلوم في راسي كنقول انا هو السبب في هادشي اللي وقع لك كامل. بالعكس كل ما قلتي لي والو كنت غنموتها بالفخزه. ديها في راسك وديها في ولدك راه محتاج لك. ودي في حالو في حال بواه. انا ما فهمتش كيفاش مرا كاش قدر تدخل بابا تولدها للحبس. ما فهمش بلي مي كضرك كضرني حتى انا. انا شحال قدني النخل الجيران ما كنسلكش منهم في الداخله والخارجه. صارت حتى شي واحد مشغول فينا قلتها. الجيران كل واحد يديها في راسو واللي ما عجبوش الحال يمشي يرحل. انا اللي لوست. انا اللي لوست. خليك تبين هادشي. ولكن السي ادريس انا خدامه معاك سنين هادي وانت كتعرفني مزيان هادشي كله باطل. مونيا راه شافوا لي فيديو قراو لي زارتيكل كاملين. حتى انا ندير تكذيب ميمكنش يجريو عليا بحال هكذا. سمحي لي القانون هو القانون. مونيا راك ما بقيتيش خدامه معنا في البنك. واخا الله يكثر خير. صافا كيف شي كيف كتشوف داكشي اللي جريت عليه حياتي كامله مشى بسبب مراتك. باقي انا انت غارق اكثر مني يا سليمان. وانا هذا ماشي الوقت اللي خصنا نضعفوا فيه. انا متاكد هادشي اللي وقع غادي يزيد يقوينا وغادي يقربنا لبعضياتنا. هادشي اللي وقع شتتنا وما بقى فينا ما يتجمع. اسمحي لي انا سببك في هادشي وانا اللي غادي نعوضك عليه. حاجه وحده اللي تقدر تعوضني هي نشوف فاطمه تحت رجلي. مونيا غادي نتزوجوا